بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة والناس كلها طيبة، كل سنة وكلكم طيبين. استعنت بالله، اللهم أخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. السنة دي هنعمل الفيديوهات هي هقول ليه، هنمنتج حاجات بس في المعاصر وهنعمل حاجات، بس أنا عامل الحاجات دي إن شاء الله رب العالمين. أولا يعني صدقة علم إن شاء الله ننتفع بها كلنا بإذن الله، ودي أنا بنويها كل سنة لأبويا وأمي. خلاص، اللهم لا تجعل حاجة لي لك فيها رضا ولي فيها صلاح إلا وقضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أرحم موتانا كلنا. عايز أقول كلمتين لكل الناس، لكل الناس. ده كتاب المعاصر، دي فيديوهات كتاب المعاصر الجديد لموسم 2023-2024. زعلان جدا من إيه بقى؟ جدا جدا جدا، مستاء جدا يا جماعة. على فكرة هتلاقوا فيديوهات بنفس اللبس تقريبا، بنركز بنفس الأكسسوارز بنفس كل حاجة. عملنا ايه بقى؟ احنا كنا مصورين المعاصر السنة اللي فاتت كله حلو، كله من لسون 1 لغاية اخر السنة خالص، والفيديوهات موجودة على اليوتيوب ولسه هنسيبها على اليوتيوب. انا زعلان من ايه بقى؟ ان المعاصر القديم مثلا في شابتر 1 كان 399 سؤال في شابتر 1، شالوا منهم 119 سؤال بقى 280 سؤال. في ليسون 1 مثلا اللي هو اللي انتوا شايفينه دلوقتي كانوا 87 سؤال، بقوا 75، يعني شالوا حوالي 12 سؤال، وشالوا سؤال حطوا سؤال بس، يعني فاهم، حطوا سؤال جديد. فشفت انت قد ايه؟ في الدرس الثاني كانوا 114، كانوا سوري 151، شالوا منهم بقوا 114، وفي سؤال واحد بس او سؤالين. في ليسون 3 سؤال واحد بس. تخيلوا يا جماعه الجريمه، تخيلوا الجريمه. يعني ولادكم يا جماعه مش عايزين تتفرجوا على الفيديوهات اللي موجوده اوريدي على اليوتيوب. ليه؟ عشان الاسئله متلخبطه. فاحنا نعمل ايه بقى؟ يا نصورها من جديد كلها تاني، اللي تقريبا 1000 ساعة تصوير، 1000 ساعة تصوير، 1000 ساعة. عارف يعني ايه 1000 ساعة؟ يعني سنة يا عم عمرك، مش بهزر والله ولا ببالغ. شو عدهم كده، عد عدد الساعات المعاصر كم ساعة، عد عدد ساعات محاضراتنا كم ساعة، عد كذا. والله العظيم موضوع كبير قوي قوي. عشان نغير سؤال فاضطرينا نعمل ايه بقى؟ احنا بقى نمنتج الاسئلة ونشتغل فوتوشوب عشان الاسئله تترقم من جديد. هو شال وحط بس وغير ارقام، فاحنا منتجنا وحطينا ارقام، فاهمين؟ عشان يظهر لك ليسون 1 زي ما هو في الكتاب الجديد كده بس. وان عشان حضرتك مكسل تنزل في الفيديوهات تلاقي ليسون 1 تقول المساله دي كانت 1 بقت 2، دي كانت 2 بقت 3، المساله اللي مش عارف تقعد تتفرج على فيديو ايه ساعه او ساعه ونص او ساعتين عشان تعرفه كله، فانت مكسل تتفرج على كده. فاحنا لا، هات لنا الحاجه لغايه عندنا. زي ما انا قلت في فيديو الاولاني في الانترودكشن، فاكر من اول السنه خالص قلت كان عندنا نوعين، نوع بيحاولوا ربنا بيوفقوا، ونوع بيحاولوا لسه التوفيق ما ايه ما جاش، صح ولا لا؟ فبنعمل ايه يا عيني مع اللي بيحاول ده ولسه التوفيق ما جاش؟ بيزهق، فبنصبره شويه ونقول له حاول تاني معلش، ونساعده بطرق اكتر، صح؟ لغايه لما التوفيق يجي باذن الله ولا لا. ظهر نوع ثالث مش عايز يحاول اصلا، مش عايز. هما دول بقى اللي ما شافوش الفيديو وطلعوا السؤال، سواء كان 7 بقى 9، كان مش عارف ايه، قاعد يجري مكسل يجري حتى عشان يشوف ايه. فهنضطر نمنتج ونشتغل فوتوشوب. يعني دي فيديوهات السنة اللي فاتت بس احنا منتجينها من جديد ومرتبينها فوتوشوب من جديد عشان السؤال يظهر لك برقم السؤال اللي في كتاب المعاصر. وكل سنة بقى المعاصر يغير، فاحنا هنغير كمان عشان الناس مكسلة. نتوكل على الله، نستعين بالله، استعين بالله. هنتفرج على اول حصة وتاني حصة وتالت حصة ورابع حصة، هنعمل مونتاج على قد ما نقدر، هنحاول نلتزم بكل حاجة على قد ما نقدر. لو لقيت قطاية فيها حاجة كده فاعرف انها في المونتاج، بس ما فيش سؤال هيبقى لا رقمه غلط بإذن الله ولا متجاوب غلط بإذن الله. يلا نتوكل على الله. ما تنساش نفسك في دعائك، ما تنساش ابوك وامك في دعائك، توكل على الله. ما تنسانيش في دعائك ولا تنسى أبويا وأمي أهم، الله يرحمهم ويرحم موتانا جميعا يا رب. ها نتوكل على الله، شد حيلك، لازم تحاول مرة واثنين وثلاثة. ترتيب كتاب المعاصر يا جماعة عشان نبقى فير انف لأننا نجاوب الكلام ده،
كان المفروض كان المفروض ما تبدأش كتاب المعاصر إلا لما تقعد شهر بتذاكر فيزياء، يعني تبتدي كتاب المعاصر مع رابع حصة فيزياء معانا، تكون هضمت الموضوع مرة واثنين وثلاثة وسمعت كلامنا كله، لأنه كتاب المعاصر الميثودولوجي بتاعته، يعني هقولك على حاجة فير إناف لأننا نجاوب، افتح كتاب المعاصر ليسن 1 وحاول تحل ليسن 1، مش هتعرف لأنه مش قايل كل الكلام في ليسن 1، لأن الفيزياء مادة تراكمية، فيلم أكشن يا حبيبي مش فيلم كوميدي، يعني لو غبت عني لحظة أو في سؤال مش مترتب مع سؤال يبقى المنهج ليه تجربة، ليه خبرة، ليه ميثودولوجي بنتكلم بيها، لو سمحت بنعلمك إزاي تفكر، فهناخد وقت ها نقومك من الغيبوبة اللي انت فيها عشان تبتدي تفكر. انا عارف انه مش ذنبك خالص اني محدش علمك تفكر، بس للأسف الفيزيكس اللي مش هيحاول يفكر مش هيعرف يجيب نتيجة. البصمجة اللي بتقولوا عليها دي انساها، المجتمع مش في حمل بصمجية تانيين. يلا نتوكل على الله، اللهم اني استعين بك فاعني، لا حول ولا قوة الا بالله. نبتدي يلا. اول سؤال بيقول Which of the following electric circuit show the conventional direction؟ استنى بقى استنى بقى، انا عندي الدايركشن نوعين، اول ما احط هنا هحط تحت كلمه ايه؟ conventional او traditional. انا عارف انا مذاكر حاجه واحده، انا مش مذاكر كتير، انا مذاكر conventional بس، تخيلوا، ومش مذاكر كمان actual، ومش مذاكر conventional كله، انا مذاكر ايه؟ ان conventional الكرنت من البوزيتيف لمين؟ للنيجاتيف، ان ذا كوندكتور بس، ده اللي انا مذاكره بس، ومش عايز الخبط نفسي. انا فاهم ان التراديشنال او الكونفنشنال من البوزيتيف لمين؟ للنيجاتيف، ان ذا كوندكتور، تمام. يبقى في السورس من نيجاتيف للبوزيتيف، ده الاي، انا ماشي اي كده صح؟ وبالتالي انا مذاكر وفاهم اني لو عايز اكتشوال، لا اكتشوال يبقى في الكوندكتور، اكتشوال هو اتجاه حركة الالكترونز، يبقى الالكترون، وعرفنا ان اتجاه التراديشنال دايركشن، التراديشنال او الكونفنشنال دايركشن للكرنت is opposite to the motion of electron، يبقى لو الاي ماشي كده الالكترون ماشي كده صح ولا لا؟ ده اسمه اكتشوال، ده اسمه ايه؟ ها ده اسمه conventional او traditional، وده اسمه actual. يلا نبص traditional او conventional، بيقول لي اتجاه الاي بالنسبة لاتجاه الفري الكترون، حاضر، اتجاه ده positive negative positive negative positive negative positive negative، حلو، ده هو عايز traditional، فعلا الاي بيمشي كده، بس الالكترون ما بتمشيش كده، يبقى ده غلط ولا ايه؟ لان الالكترون عكس الاي، يبقى اذا كان الاي ماشي كده الالكترون تمشي العكس، يبقى ده غلط. الاي ماشي كده صح، والالكترون ماشي كده، الله الله الله، ده دي الصح، دي الاجابه. مش هكمل يا شباب، مش هكمل، ليه؟ لاني عندي يقين بان اجابتي صح، لاني ما اخترتش، انا ما سبتش الاجابات اختار ما بينها، انا متاكد وانا بحل من اجابتي على طول. بقى يلا مش عايزين كلام خالص خالص، اللي موجودين على اليوتيوب ممكن ما يكونش بيحبوا يسمعوا كلامنا، يلا بينا. هنا اكس واي زد، الاريا اتغيرت صحيح، يعني الريزيستنس اتغيرت، بس عندي سؤال، عندي سؤال، لو تلات عربيات ماشيين هنا بعد اذنكم، يعني بعد اذنكم، ليهم طريق تاني غير انهم يعدوا من هنا؟ طب ليهم طريق تاني غير انهم يعدوا من هنا؟ طب ليهم طريق تاني غير انهم يعدوا من هنا؟ ها يبقى الاي في السيريس is constant with a lens واحد، خرطوم واحد، والكهرباء في الواير زي المية في الخرطوم ولا لا؟ يبقى اي اكس ايكوال اي واي ايكوال اي زد. حضرتك طبعا عارف ان انا بجاوب بسرعة هو، بس لان حضرتك مجهز ها قاري الاسئلة وجاي تشوف اجاباتك صح او غلط، او معلم على سؤال عايز تشوفه فانت قاريه اكيد. يلا بينا السؤال اللي بعده. If an electric intensity is 5 ampere passes through a conductor, so the quantity of its charge, يبقى هو عايز Q. يلا على مهلنا. الاي بتساوي Q على T، يبقى Q بتساوي I في T.
حط خط تحت امبير يبقى 5 امبير. ها فاضل لي مين؟ التايم 2 يبقى في 2 سكند يبقى 10 امبير في سكند اللي هي 10 كولوم. لازم اكتب الاثنين. ايش معنى لازم اكتب الاثنين ليه؟ لان ممكن يكون كاتب لي 10 مرتين. اتقل بقى لو انا هلخبطك هروح كاتب لك امبير في سكند باور نيجاتيف 1 تبقى اجابه صحيحه. ليه؟ لانها امبير في سكند بس هو مريحك وكاتب لك مين يا عم؟ كولوم. انا بقى لو هرخم عليك في سؤال عبيط زي ده هروح اعمل لك ايه؟ يلا 10 امبير في سكند ولا 10 امبير بير سكند ولا 10 امبير سكند باور نيجاتيف 1؟ ها انت عارف انها كولوم والكولوم امبير في ايه؟ في سكند. يعني ممكن سؤال زي ده يجي في امتحان اخر السنه؟ طبعا ممكن، بس احتمال يحط التاتش بتاعه بقى ويقول لك ايه؟ ها امبير في ايه؟ شفت بقى فايده اللي هيشوف الفيديو كله؟ هنقول السؤال وممكن يجي ازاي ويغيره ازاي. اللي بعده يا شباب، اللي بعده The electric current intensity in a conductor is كذا. بيقول لي ايه؟ ده معناه ايه؟ يلا يا ولادي مستر لبستنا في حيطه، قلت لنا ما نذاكرش الديفاين واوريك، بس اوريك ما نحفظش الديفاين. ها انا قلت كده والله؟ انا قلت ذاكر ولا لا؟ بس انت قلت ما نحفظش. ما انا قلت لك ذاكر ما تحفظ. يلا اوريك تعرف ازاي. 0.3 امبير، مش دي طريقه احمد سمير؟ الامبير از مين؟ اي. والاي ايه؟ كيو على تي. الكيو بالايه؟ بالكولوم. والتي بالايه؟ بالسكند. اسهل حاجه لده كم على كم او كم في كم؟ قول 0.3 على 1، صح ولا لا؟ مش ده الديفيجن؟ اسهل حاجه. يبقى 0.3 كولوم is the quantity of a charge passing through cross-sectional area of conductor in 1 second. بالله عليك محتاج تقرا الاجابه ولا انت عندك يقين بان الاجابه دي صح؟ نقل اللي فيها. That means 0.3 كولوم is the quantity of a charge passing through cross-sectional area of conductor، مش حافظها والله، in 1 second. يلا the quantity of electric charge is contained in the conductor. لا مش كل الكمية 0.3، ده 0.3 in 1، يبقى الإجابة دي غلط. The quantity of electric current that passes through cross-sectional area of conductor in 1 second is. ها هي دي الإجابة. خلاص مش هكمل يا شباب، تمام. يلا اللي بعده. In the opposite figure، حلو، بيقول لي هنا 2 مايكرو كولوم عدوا 4 ملي سكند. استنى، 2 مايكرو كولوم عدوا ايه؟ يبقى حضرتك ان ما عرفتش الجمله اللي قبلها ده مين؟ ما قالكش. مستر قال تشارج، ما قريتهاش. جنبها يونت ولا لا؟ اليونت كولوم از مين؟ كوانتيتي. والسكند از مين؟ تايم. والاي بيساوي كيو على تي، صح؟ يلا بينا. يبقى 2 مايكرو يعني 2 تايم 10 باور نيجاتيف 6 على 4 ملي 4 تايم 10 باور نيجاتيف 3، صح؟ ده على ده يطلع 0.5 في 10 واحده. اللي فوق نحطه زي ما هو، نيجاتيف 6 فوق نحطها زي ما هي نيجاتيف 6. تحت بقى في نيجاتيف 3، صح ولا لا؟ لو نيجاتيف نطلعها بوزيتيف، لو بوزيتيف نطلعها نيجاتيف، يبقى بلس 3. ايه ده؟ يبقى 0.5 تايم 10 باور نيجاتيف 3، صح. قبل ما اكمل اهو، 0.5 تايم 10 باور نيجاتيف ايه؟ يعني ممكن اكتبها 0.5 ملي امبير. دي مين؟ دي التشارج اللي معديه كروس سكشنال اريا اكس اوف كوندكتور كده. بص هو قايل ان دي الالكترون ماشيه كده، ماشيه من اكس لواي. يبقى الكرنت، احنا اتفقنا ان احنا ماشيين تراديشنال، ماشي من واي لاكس ولا لا؟ يبقى الاي بيساوي 0.5 ملي امبير، والاي ماشي من واي لاكس لان الالكترونز او التشارج ماشيه من اكس لواي. يلا 0.5 ملي امبير فروم واي تو اكس، هي دي الاجابه. طب مستر علمنا نذاكرها ازاي؟ اولا من اكس لواي ملغيه ولا ايه؟
لان من اكس لواي ها يبقى انا مش هبص لا في ايه ولا في سي. وبعدين بذمتك 2 على 4 ها تدي كام؟ 8. 2 على 4 تدي 8، يبقى الاجابه دي كمان غلط. امال هو اشمعنى حاطط 8؟ ها بيفهموا بعض. ها انا عارف الفراعنه، اولادي عارفين يعني ايه فراعنه، ماشي. 2 في هو الاي بيساوي كيو في تي، يبقى حضرتك ناسي. طب معقول يا مستر حد هيتلخبط في ان الاي بيساوي كيو في تي؟ اه يتلخبط، اه ما يبقاش غبي خالص، حافظ فنسي يا عيني. هي كيو على تي ولا كيو في تي؟ نسي حقه، حافظ فنسي. انما اللي فاهم ان اي انتنستي تعني ريت، ريت معناها ديفايدد تي، ريت معناها ديفايدد تي، ريت اوف تشارج، يبقى ديفايدد تي ولا تايمز تي؟ ديفايدد تي. اللي بعده if the flow rate، حاسب حاسب flow rate معناه divided t of electrons، يعني ده معناه ان على t، معناه ايه؟ rate divided t على طول، electrons يبقى عددها يساوي 10 power 20. ده لمين؟ لإكس. electron فعلا اهي والله باينه اهي، electrons per second قشطه، عدد في التايم على التايم. وبيقول لي ريت لواي، يعني ان على تي لواي يساوي ها 2 تايم 10 باور 20 الكترونز بير سكند. عايز الريشيو بين اي اكس على اي واي، يعني عايز اي اكس ديفايدد اي واي، صح؟ ديفايد، يلا اي اكس بيساوي ان على تي لإكس في اي ولا ايه؟ ديفايدد ان على اكس ان على تي لواي في اي، صح ولا مش ده ديفايدد؟ ده معناها ان اي على تي لإكس في، مش هقلب، مش ديفايدد لما اجي احولها لتايمز بقلب تي على ان ها اي، صح؟ اقدر اكنسل اي مع اي ولا اقدر؟ تمام. وده معناه تبقى 10 باور 20 في ان على تي الواي ب 2 تايم 10 باور 20، يبقى عكسها عكس ده، يبقى في 1 على 2 تايم 10 باور 20 ولا لا؟ كنسل 10 باور 20 مع 10 باور 20 يبقى ايه يا فندم؟ ها؟ 1 على 2، صح ولا لا؟ اللي بعده يا شباب. The opposite figure اهو، حته راقيه جدا، السؤال ده واللي بعده، السؤال ده واللي بعده، حته راقيه جدا وهنستخدمها كتير جدا 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 في الدرس الثاني شابتر 2. تفهمك بقى الكترون يعني ممكن اخرج بره الموضوع ثاني. امتى البيت يبقى دوشه؟ لو مخلف عيال كتير، او عندك عيل واحد شقي خارب الدنيا، صح؟ تمام، عارف انت بتكلم عن مين، عارفه بتكلم عن مين. اوكي، يبقى يا اما عندك عيال كتير يا اما عيل واحد قلب الدنيا ولا لا. حد فهم حاجه؟ مش الاي بيساوي الاي بيساوي كيو على تي؟ يس. والكيو بتساوي ان في اي على تي اهو. حد عنده مانع يا شباب؟ الان على تي دي خدناها نمبر اوف الكترون بير سكند، الكترون تمشي ويجي غيرها، تمشي ويجي غيرها، تمشي ويجي غيرها، صح؟ ده اللوجيك يا مستر. طب لو عندك تشارج بقى مش بتمشي وتيجي غيرها، ده هي اللي خربة الدنيا، بتلف وترجع، بتلف وترجع، بتلف وترجع، بتلف وترجع، ها؟ يبقى ده معناه عدد الكترون بير سكند ولا عدد سايكل بير سكند؟ وعدد السايكل بير سكند يا ولادي يا بتوع تانية ثانوي يا اللي كنتوا معايا في تانية، مش معناه فريكوانسي؟ يبقى الفريكوانسي
frequency equal number of cycle. عرفتوا اللي ضحكوا عليكم وقالوا لكم منهج تانية ملوش دعوة بتالتة؟ ها؟ ضحكوا عليكم، أدينا هنبدأ من زيرو تاني ولا يهمك. يبقى يا إما إلكترون بتمشي ويجي غيرها، يا إما إلكترون واحد بيبرم صح؟ بيلف. يبقى هنا ده الفريك 1 سي في قيمة التشارج اللي بتلف. 1 إلكترون بقى 2 إلكترون 3 إلكترون، شوية التشارج بيلفوا سوا. ما هو هنا ها؟ bulk of charge اسمها 2 microcoil. ويبقى الاي بيساوي ان على تي في كيو اي. ولاد احمد سمير يعرفوا ان ان على تي is the number of electron per second لو شوية وبيجي غيرهم، و is frequency لو قيمة واحدة من التشارج هي اللي بتلف. هو مديني الفريكوانسي ب 1000 وقيمة يعني 10 power 3 قيمة التشارج 2 تايم 10 باور نيجاتيف 6 عشان مايكرو. يبقى 2 تايم 10 باور نيجاتيف 3 كولوم امبير عشان دي الاي، او 0.002 امبير في كده، او 2 ملي امبير في كده. نشوف مفيش 2 تايم 10 خلاص، مع انها صح مفيش 0.00، يبقى اكيد 2 ملي امبير هي الاجابه الصحيحه ولا لا؟ اللي بعده يا شباب اهي اللي بقول عليها. قول لي الاي بيساوي كيو على تي، الكيو بتساوي ان على تي في كيو اي للتشارج، كيو يعني تشارج. الان على تي اما نمبر بير سكند واما فريك 1 سي. حلو قوي دي بقى. بس يا جماعة ياللي زبطت على السؤال ده، ها ياللي زبطت على السؤال 10، لو عايز سؤال 10 ارجع ل 9، شرحت حاجة موجودة في 9 و10 عشان ما عيدهاش تاني للي بيتفرج على الفيديو الكامل. ياللي عايز السؤال كام 10، عايز تعرف دي جت منين ارجع ل 9 ها عشان ما نكترش على الناس. معلش يلا بينا. هنا بيقول لي based on Bohr model for the hydrogen atom، معروف ان الهيدروجين فيها الكترون ايه، يبقى الكيو اي هي الكترون واحد، الحمد لله معروف الهيدروجين ها. اتنين، معروف ان الالكترون الواحد ده هيمشي ويجي غيره ولا بيفضل يلف، يبقى القانون بتاعي ان على تي يساوي فريكوانسي في اي الالكترون. بس يا مستر حضرتك في المسألة اللي فاتت كتبت كيو اي لانها كانت كمية من التشارج بتلف سوا، انما في الهيدروجين اتوم المسألة دي هنعيدها تاني في شابتر كام؟ 2 درس كام؟ التاني. تمام؟ طيب المعروف ان الهيدروجين فيه الكترون واحد، مش انتوا عارفين يا ولاد ان اي اتوم ليها سبين كوانتم نمبر؟ سبين كوانتم نمبر رقم مغناطيسي. هي مغناطيس؟ لا. هتعرفوا في شابتر 2 ان الاي لما يمشي زي ما ليه الكتريك افكت ليه ماجنتيك افكت. بمنتهى البساطه لو جبنا مسمار نقدر نحوله لماجنت؟ اه، تجربه سته ابتدائي، نلف عليه سلك ونوصله ببطاريه، بقى الكترو ماجنت ولا لا؟ هي دي الموضوع. يبقى اي اتوم قابله للكون ليها تاثير ماجنتيك ولا لا؟ ليه؟ عشان فيها الكترون بتلف، والالكترون لما تلف تعمل اي. وفي شابتر 2 هنعرف ان الاي ممكن يتحول لماجنتيك فورس، هنشوف. المهم خلينا في الاي. حلو، سلام يا مستر. بص هو مديني ايه او انا حافظها بقى؟ طبعا يا جماعه في كتاب المعاصر ما بديش ايه، وانا برضو في الملازم ساعات كتيره ما بديش ايه. ليه؟ من كتر المسائل خلاص الاي ثابته، في الامتحان اخر السنه لازم يديك الاي ب 1.6 × 10⁻¹⁹. قشطه كده فاضل لي مين؟ هو عايز الكرنت انتنسيتي، عايز اي، كده فاضل لي الفريكوانسي. مديني جيفن بقى مهمه قوي، مديني الفيلوسيتي بتاعت الالكترون وهو بيلف، ومديني كمان الراديوس. ايه الانجستروم ده يا مستر؟ ده انت ما عدتش على ثانيه ثانوي. الويف لينس بتاع اللايت كان بالانجستروم، والانجستروم دي يونت اوف لينس تايم 10 باور نيجاتيف 10 متر بس. زي الملي تايم 10 باور نيجاتيف 3، المايكرو 10 باور نيجاتيف 6،
النانو 10 باور نيجاتيف 9، البيكو 10 باور نيجاتيف 12، فيمتو 10 باور نيجاتيف 15. دي كلام خاص بذاته، يبقى انجستوم 10 باور نيجاتيف 10 بس لا تستخدم غير لللينس. ايه ده، امال الملي يستخدم غير لللينس؟ اه طبعا، مش قلنا ملي امبير ومايكرو كولوم وبتاع؟ ماشي، مديني فيلوستي وايه وراديوس، اعمل ايه يا مستر؟ على مهلك اكتب اللي انت عارفه، انا مصر يطلع اللي هو، اكتب اللي انت عارفه يطلع اللي هو. صلينا على النبي عليه الصلاه والسلام. مش اي فيلوستي ديستانس اوفر تايم، مستر خدناها في اولى ثانوي وناسي، ولا يهمك، اديني بفكرك واحنا موجودين نفكرك. طيب لما يلف لفه كامله تبقى الديستانس ايه؟ 2 باي ار سيركمفرنس، والتايم اللفه ذا تايم taken by vibrating body to make one complete cycle اسمه periodic. periodic time. من هنا ال periodic time equal ايه؟ 2 by r على velocity. ومن السنة اللي فاتت حضرتك عارف فرق بين حاجتين، ان ال periodic time equal total time على number. مش فاكر يا مستر، ما خدتش تانية سنه واصلا، اديني بفكرك. اما الفريكوانسي، خليها كلمه فريكوانسي احسن، بتساوي نمبر على تايم. دي تايم على نمبر ودي نمبر على تايم، يبقى الفريكوانسي انفرس، يبقى الفريكوانسي 1 على بيريوديك. اه والبيريوديك هنا يبقى 1 على 2 باي ار على في، يبقى في على 2 باي ار، ولا لا بلاش، مش الفريكوانسي عكس البريودك، يبقى اذا كان البريودك 2 باي على 2 باي ار على في، يبقى الفريكوانسي عكسه في على 2 باي ار. ومن هنا في على 2 باي ار في 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 19، مديك الفي ولا لا؟ 2.2 تايم 10 باور 6 على راديوس 0.53 تايم 10 باور نيجاتيف 10، عشان احولها لمين؟ من انجستروم لميتر. خلص حساباتك يطلع الناتج ها 1.057 ملي امبير، يعني تقريبا 1.057 تايم 10 باور نيجاتيف 3 امبير. تمام، فهمنا ايه علاقه في السؤال 9 و10 ايه علاقه الفريكوانسي بالكرنت. اعيد تاني معلش، يلا، يبقى الكرنت ناتج يا اما عن ان على تي عدد على تايم بيمشي ويجي غيره، يا اما ها تشارج واحده او كوانتيتي اوف تشارج بتلف هي، يبقى الدوشه في البيت نتيجه عدد عيال كتير او عيل شقي، صح؟ يلا بينا اللي بعده يا شباب. السؤال ده مجاوبينه ها في سؤال قبل كده، بيقول ايه بقى؟ نسمع. بيقول الاي مش بيساوي يا جماعه كيو على تي. حلوه قوي، الكيو دي ممكن تبقى الكترون، ممكن تبقى كيو اي اللي هي عدد من اللي تشارج، وات ايفر، الكترون 2 الكترون 10 الكترون ماشيين في حزمه مع بعض. حلوه قوي، يبقى الاي بيساوي ان على تي في كيو اي اللي هي التشارج. قلنا في السؤال السابع السنه دي يعني بالترتيب الجديد ها، ان الان على تي دي حاجتين، اما عدد من الالكترون بيمشي ويجي غيرهم، واما الكترون واحد عامل دوشه، زي بالظبط كده واحد مخلف عيال كتير وواحد مخلف ولد قاعد يخليه عين امه يبرم وراه، قشطه. يبقى يا اما عدد من الالكترون بيمشي ويجي غيرهم، يمشي ويجي غيرهم، يمشي ويجي غيرهم، يبقى اسمه ريت اوف الكترون، او الكترون واحد روتيت، صح؟ روتيت عدد سايكل بير سكند، يبقى يا نمبر اوف الكترون بير سكند يا نمبر اوف سايكل بير. وحضراتكم في تانية ثانوي عارفين ان النمبر اوف سايكل بير سكند اسمه ايه؟ اسمه فريكوانسي. اسمه ايه؟ نبص على السؤال ده، عايز عدد بيمشي ويجي غيره ولا هو بيلف؟ يبقى الاي هنا بيساوي فريكوانسي في كيو اي اللي هي كمل تشارج، قشطه. يلا، يبقى اي اكس بيساوي فريكوانسي
الكيو هنا مدهاني كيو. اي واي فريكوانسي في كيو اللي هي 2 كيو. هو قال كلمة حضرتك ما خدتش بالك منها هنا. وسيم فريكوانسي بيصيع. مديني الراديوس دبل الراديوس او الراديوس هنا نص الراديوس هنا عشان انت تفكر لو ذكي ان الفيلوستي بتساوي ديستانس على تايم. فلما الديستانس تزيد ها الفيلوستي تقل، ولما الفيلوستي تقل يبقى الفريكوانسي يقل ولا لا؟ اه لان الفيلوستي هي الفريكوانسي، بس هنا الفيلوستي هنا ديستانس على تايم، لا دي عدد سايكلز بير تايم، صح ولا لا؟ الديستانس تزيد؟ لا لا يا عمر لازم لا، بيقول لي الفيلوستي تزيد. طب لو يا اقول لا بلاص ها، لو الديستانس زادت والتايم ايه ثابت لازم الفيلوستي تزيد. طب لو الفيلوستي ثابته ساعتها هيبقى الفريكوانسي اقل ولا لا؟ اعيد تاني يا جميل عيني. حاضر حاضر حاضر. الفيلوستي ايكوال ديستانس على ايه؟ على تايم. قشطه كده. الديستانس هنا 2 باي ار، لو التايم بيريوديك تايم يبقى البيريوديك تايم ايكوال 2 باي ار على ها على في، يبقى الفريكوانسي الفريكوانسي عكس البريودك في على 2 باي ار. عايزني اقول لك الكلام ده لسه دلوقتي، ده لسه ان شاء الله هناخده في شابتر 4، تخيل والله العظيم بدايه من 4، وهندي عنه هنت في 2 عشان برضه في يعني اصبر على نفسك يا بابا، اصل المستر ما قالش والله ما هي مش هتتقال دلوقتي. طب ما تدور في كتاب المعاصر كده. هنا بقى اسمع بقى يا جميل، قوم لما الراديوس يزيد اكيد الفيلوستي ايه تزيد عشان الفريكوانسي يفضل ايه، يبقى اكيد الفيلوستي هنا مش واحده ولا لا، اللي ليه راديوس كبير ليه فيلوستي كبير بدليل ان انت قلت لي سيم ايه، يبقى الفريكوانسي ده هو الفريكوانسي ده صح. يبقى اي اكس على اي واي هنشطب فريكوانسي معه وكيو معه، يبقى 1 على 2 تبقى هي دي الاجابه ولا لا؟ 1 على لسه. يلا اللي بعده. The opposite graph. حاضر. Q وT. حلوة قوي. نتعلم السلوب. السلوب means tan theta. tan theta. وtan theta opposite على adjacent. حضرتك تعمل ايه؟ تاخد اي نقطتين. انا هختار اي نقطتين يا شباب. اهو. النقطة دي بكام؟ 30. النقطة دي بكام؟ 20. الفرق بينهم كام؟ سوري 30 و 10 يبقى الفرق 20. دي اسمها دلتا واي. النقطة دي عند كام؟ 3. النقطة دي عند كام؟ 1. الفرق كام؟ 2. يبقى اسمه دلتا اكس يساوي 2. السلوب نيوميريكالي يساوي ها دلتا واي على دلتا اكس. opposite على adjacent 10 theta، ويبقى 20 على 2 يطلع 10. ده numerical يا جماعة، الرقم بتاعه 20 على 2 طلع ايه؟ 10. physically Q على T Q على T Q على T is mean I، يبقى physically Q على T is I. يبقى what does the slope means means I means I equal 10، ويبقى ال I ب 10 امبير. مستر انا عايز اختار نقطتين غير دول، احنا طلعناها 10 براحتك. يلا يا شباب براحتك يا جميل، اعمل ايه؟ انا عايز اخد ده على ده. يلا براحتك براحتك. يبقى كل ده ب 50 وكل ده ب 5. 50 على 5 10 براحتك. انا عايز اختار دي يا مستر 20 على 2. انا عايز اختار دي يا مستر 30 على 3. مش ده يونيفورم سلوب؟ اللي بعده يا شباب the opposite graph. يلا بينا. السلوب يساوي tan theta since theta x is greater than theta y، يبقى tan theta x greater than tan theta y. تمام، باينه اهي x اكبر من y. So slope x أكبر من slope y. The slope means sorry
بلاش مينز على طول. ايكوال كيو على تي، يبقى كيو على تي اكس اكبر من كيو على تي واي. مينز كيو على تي مينز اي، يبقى اي اكس اكبر من اي واي ولا لا؟ يبقى بيقول لي ايه بقى؟ ذا ريشيو بتوين اي اكس على اي واي الكبير على الصغير، يبقى الناتج اكبر من 1 ولا لا؟ يبقى جريتر ذان 1. اللي بعده يا شباب، ذا اوبزيت جراف ريبريزنت واو ان وتي. حلو قوي، صح. نتعلم حته حلوه بقى، نتعلم حته حلوه. هو ان وتي موجوده فين؟ قانون واحد يربطهم، اي يساوي ان على تي في اي، صح. هات بقى طرفين، يبقى ان في اي يساوي اي في تي، صح. لو الاي از كونستنت والاي از كونستنت از ايه؟ لو الاي از كونستنت، ولاية ده احمد سمير، اي فاريشن بين كم كميه؟ 2 مع ثبات بقيه الفاكتورز. يبقى لو عايز تجيب علاقه بين متغيرين تثبت الفاكتورز الثانيه كلها ولا لا؟ تمام. يبقى فعلا ان دايركتلي مع تي، والاسلوب يطلع ايه؟ دايركتلي. ات كونستنت مين يا فندم؟ الاي مالها يا فندم؟ اصلا كونستنت. يبقى العلاقه دي عشان تتم بالشكل ده شرطها ايه يا فندم؟ ان الاي يكون الاي، انت اللي قلت مش انا، يعني شرط عشان العلاقه دي تبقى دايركت الاي يكون ايه؟ قول لي يا فندم. اي تاني يا فندم، اي بيساوي ان على تي في اي، هات تو سايد، يبقى ان في اي يساوي اي في تي. عشان تبقى ان دايركتلي مع تي لازم الاي يكون ايه؟ ما هي كونستنت، ولازم الاي يكون ايه؟ يبقى الاي كونستنت ولا لا؟ ها. ثانيا يا اولاد احمد سمير، مش في اول حصه قلت لكم احنا في شابتر 1 و2 ونص 3 بالكامل، صح كده؟ مش هناخد غير دي سي، والدي سي ها كونستنت ماجنيتيود اند دايركشن مع تي ولا لا؟ بس انا حبيت اشرحها ماثيماتيكلي. خلاص، اللي بعده يا شباب، اخر سؤال في درس الالكتريك كارنت، ذا اوبزيت جراف. حلوه قوي دي، حلوه قوي دي، عشان في المعاصر، في المعاصر في كتاب الامتحانات جايب نفس المساله بين كيوتي عشان ولادنا اللي سالوا فيها، وعامل الرسمه كده وقايل هات لي اي الاي اريا اندر ذا سلوب. الاريا دي مش الاي كيو في تي؟ مش فاهم يا مستر، عينيا. مش الاي هنا كيو في زيرو، وهنا كيو في 1 مثلا، وهنا كيو في 2، وهنا كيو في 3. فبدل ما اعمل كده اقول له ايه؟ اريا اندر ذا سلوب لاين، او اريا اندر ذا لاين، ده عباره عن ها تراينجل، صح؟ وده عباره عن مين؟ ريكتانجل، صح؟ يبقى هنا هاف بيز، هاف البيز، يعني لو دي 2 يبقى هاف بيز تايم هايت. ده جبت الاريا دي، طب ودي لينس اوف ويدث او لينس اوف ويدث، صح؟ يبقى هنا الاريا اندر ذا لاين، مش الاي ثابت، صح ولا لا؟ يبقى الكيو اي في تي، الاي ب 5 والتي ب 10، يبقى الاجابه 50 كولوم. طب مستر لو ضحك عليا ورسم لي الرسمه دي وقال لي هات لي كيو ديورينج ذا فيرست 5 سكند، عايز الاي خلال الفايف سكند الاولى، يبقى هي الحته دي بس ولا لا؟ ها تمام يا شباب، كده قدرنا نخلص الحمد لله اسئله ليسون 1 الكتريك كارنت انتنسيتي. يلا نشوفكم على خير باذن الله، نشوفكم على خير باذن الله في بارت 2 ليسون 1. هنقسم يا شباب الاسئله اجزاء عشان الفيديو ما يطولش مننا. سلام عليكم.